وبركاته. الأخ يسأل سؤالين يتعلقان بزينة المرأة، فإذا كانت المرأة لا تلبس غطاء للوجه وتنام وقد اكتحلت في الليل فيبقى أثر الكحل، فهل يجوز لها أن تخرج بكحلها في النهار وهي لم تقصد أساسا أن تضعه عندما تخرج؟ وكذلك إذا لبست ذهبا أو حليا في يدها وهي لا تلبس قفازين، أو إذا لبست الذهب فوق القفازين؟ الجواب بارك الله فيكم، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا وهي تفلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن وهن تفلات. وكان الإمام الذهبي رحمه الله يعبر عن ذلك في كتابه الكبائر، يقول: تلبس ملحفة وسخة، بهذا اللفظ. فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وبها أثر من الزينة، لا ذهب من فوق القفاز ولا ذهب من تحت أو ولا ذهب في يدها وهي قد كشفت اليدين، وكذلك إذا احتجبت وكذلك إذا تكحلت، فإنها إذا خرجت، والأصل أنها لا تخرج إلا في حالات قليلة، لو خرجت فإنها عليها أن تزيل هذا الكحل من عينيها، وإلا فلا تخرج وهي متزينة بهذه الزينة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: ما معنى تفلات؟ التفلة هي التي لا طعم لها ولا رائحة ولا فيها شيء من الزينة، كما لو قيل هذا شيء تفل، يعني هذه بقايا الشيء ولا قيمة فيها ولا طعم. ويعبر عن ذلك فيما نعرفه جميعا من الشاي الذي يشرب، يسمى ما يتبقى منه تفل أو تفل، فهذا المقصود بكلمة تفلات، والله سبحانه وتعالى أعلم.